بقى نستكمل بقيه اخبارنا اللي المره دي من عند شيكابالا. الاباتشي انتظم لاعب وقائد الفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعيه خلال المران الصباحي بعد تعافيه من الاصابه التي تعرض لها خلال الفتره الماضيه باجهاد عضلي، واصبح اللاعب جاهزا للمشاركه في المباريات المقبله بشكل طبيعي. ومن الاباتشي نروح لكوتش اوسوريو اللي كان بيركز على الجوانب الفنيه في تدريب الزمالك. طبعا مش هنغشش الساده المشاهدين ولا الفرق الثانيه، ولكن هنتكلم على هامش التدريب. خاض لاعبي الفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك تقسيمه فنيه قويه خلال المران الصباحي لفريق الزمالك، وشهد التقسيمة التركيز على بعض الجوانب الخططية وتنفيذ بعض الجمل التكتيكية تحت إشراف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو وجهازه المعاون.